كتير منعطي نصايح خلال شهر رمضان ونقول شو لازم ناكل، بس أهم شغلة ننتبه لها هن القصص اللي ما لازم نعملها. يعني نحنا ما لازم ناكل وننام، لازم نتجنب كل شي فيه كافي، لازم نتجنب الأكل اللي كتير فيه ملح، وبذات الوقت لازم نتحرك. يعني ما لازم نوقف الرياضة اللي عادة عم نكون نعملها خلال أيامنا العادية.